رفاق ميسي يتحضرون للقاء بوليفيا بأنابيب أكسجين، وروبياليس يستقيل من أجل بناته، وسون يرفض تصوير مشجعة بهاتفها النقال. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. للمساعدة على التغلب على الارتفاعات العالية قبل مواجهة بوليفيا غدا، تم تزويد لاعبي المنتخب الأرجنتيني بأنابيب خاصة للأكسجين، لأن المباراة التي سيخوضها منتخب التانغو ضمن تصفيات كأس العالم ستلعب على ارتفاع أكثر من 3000 متر فوق سطح البحر، وتحديدا في ملعب هرناندو سيلس. لاعب خط وسط ليفربول أليكسيس أليستر نشر صورة لنفسه وهو يستخدم أنبوب الأكسجين الخاص به. يذكر أن الملعب البوليفي لم يتمكن لفترة من استضافة التصفيات بعد قرار من الفيفا يقضي بحظر إقامة الملاعب على ارتفاع أكثر من 2500 متر بسبب صعوبة تأقلم الفرق الزائرة، لكن تم منح ملعب هرناندو إعفاءً خاصاً. أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن رئيسه لويس روبياليس قدم استقالته من منصبه بسبب القضية المتعلقة بقيامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو. الاتحاد الإسباني ذكر أيضاً بأن روبياليس بصدد الرحيل عن منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي. وكشف روبياليس بأنه استشار بناته الثلاث قبل الاستقالة قائلاً إنهن حثوه على التركيز على كرامته وحياته، بينما تعهد في لقاء تلفزيوني بالاستمرار في الدفاع عن براءته. بطريقة مهذبة رفض لاعب توتنهام سون هيونغ التقاط صورة بنفسه مع إحدى المعجبات، أما السبب لأن هاتفها آيفون وهو يرتبط بعقد شراكة مع سامسونج، لكنه كان سعيدا عندما قامت المشجعة بالتقاط الصورة بنفسها. ويبدو أنه من ضمن شروط عقد سون عدم حمل هواتف للشركات المنافسة ولا أخذ سيلفي من خلالها. على غرار العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعازيه للشعب المغربي ومساندة لأهالي الضحايا في ستوري على إنستغرام بعد الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة وخلف العديد من الوفيات والإصابات.